الدور المقبل. نيمور هو الحارس لكن ركنية ولم ينع الحارس. مود فريقه من الهدف المحقق فوق الخط نتاع المرمى. فوق الخط نتاع المرمى. كرات مرفوعة متوالية هذا بنواكلي الآن بالرأس. خطيرة اللقطة هذه على مرمى الحارس في لحظاتها الأخيرة. عبارة عن إعادة إلى الميدان من طرف ثنائي الدفاع في الإسماعيلي. حسن محمود قلب الدفاع وعلي محمد آه. فريق مولودية نصر اللي كان السنة اللي فاتت شارك كذلك في كأس إفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس. ويخرج البطاقة الحارس الحكم عفوا حكم السيد عبد الله الصوفي يخرج البطاقة. مش عارف معلنا على خطأ. مش عارف واش فعل في قيل وقال وجدال مانيش عارف بالضبط. الحكم ماهوش واضح في هذه اللقطة. على كل حال هو باين انه أطرد أحد عناصر الإسماعيلية أو الإسماعيلي وهو الحارس علي آه. فعلا طرد إذن للحارس علي محمد آه اللي بطبيعة الحال منتظر أنه يغادر الميدان الآن باش يعود أحد زملائه في التشكيلة كون فريق الإسماعيلي غير لاعبين اثنين في الفريق لحد الآن بعد دخول غالب خالد وبالسوق محمد خروج فكري محمد وكذلك عماد سليمان. ويعلن على مانيش عارف واش نعم كرة